السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. فيديو جديد عن أخبار تاريخ الهجرة إلى أوروبا. مثل ما بتعرفوا بهاي الشهرين، بالشهر السادس والسابع والثامن، هالأشهر هاي بيصير زيادة بأعداد المهاجرين على طريق البر، على طريق اليونان بشكل كتير كبير. ليش؟ بسبب الله بهذا الوقت نبات الدرة يلي يعني نحن بسوريا بنقول له البليلة، ونبات دوار الشمس، فبيكونوا هلا وقت نمو، وقت بيكونوا طوال. حتى أنا بآخر محاولاتي لما طلعت كنا نتخبى داخل حقول هدول النباتات، فبيكونوا طوال، وفي يعني مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بين النهر، نهر إيفروس، وبين الطريق الأوتوبان. بيكون كل هالأراضي يعني غالبيتها مزروعة، يا أما درة يا أما دوار شمس. فبهذا الوقت لما بيطولوا النباتات بيزداد أعداد المهاجرين بسبب أنه بيتخبوا بينات هالنباتات. فشوفوا شو في أخبار على طريق اليونان. أول خبر رح نحكيه هو عن أول حريق بغابات اليونان بيصير بهذا الصيف. حريق الغابات في اليونان يحدث في منطقة أورستيازا، هي منطقة قريبة جدا من منطقة أدرنا. طبعا بيقولوا يعني هلا رح تشوفوا أمامكم فيديوهات لهذا الحريق، عم بيقولوا إنه مسيطروا على جزء كتير كبير من الحريق، لكن الحريق محل ما له صاير قريب جدا من البيوت المدنيين، من بيوت العالم. فهذا أول حريق بيصير، يرجى من أي مهاجر بده يدخل على اليونان يعني يدير باله كتير منيح. ما بنعرف هذا الصيف شو رح يصير، إذا رح يصير حرائق كبيرة مثل السنة الماضية ولا لا، الله أعلم. كمان في خبر رح تشوفوا أمامكم هلا صورة لشاب تركي كردي، كاتبين عنه باليونان إنه هو دخل إلى اليونان منذ شهر عبر نهر إيفروس، وقام بالحصول على حق اللجوء، حيث قام مباشرة بعدها بقتل شاب تركي كردي وأصاب آخر. يعني فوق ما قتل شخص كمان صوب شخص تاني يعني أصابه. وقال للمحققين بعد ما كمشوا عليه، بعد ما كمشوه، إنهم يعني يلي قتلهم، قتل شخص وصاب واحد، قاموا منذ مدة بقتل عمه في تركيا، وأنه جاء إلى اليونان فقط من أجل أن يأخذ بسأره. طبعا هدول عصابات كاتبين عنهم بالأخير إنه هدول عصابات مخدرات كبيرة. ننتقل بقى لأخبار المهاجرين. هلا راح تشوفوا صورة مطاردتين على طريق إيفروس السريع يومي 21 و 22/6/2024. في المطاردة الأولى على طريق إيفروس السريع، سيارة تحمل 7 مهاجرين غير شرعيين تسير بسرعة، حيث تمت المطاردة وقامت سيارة المهاجرين بزيادة السرعة وانحرفت عن مسارها عند طريق مطار ألكسندر بولي، وحاول المهرب مع المهاجرين المصابين الهرب عبر الركض، لكن تم القبض عليهم ونقلهم إلى مستشفى ألكسندر بولي لتلقي العلاج. يذكر أن سيارة المهاجرين مسروقة بتاريخ 10/6. في المطاردة الثانية على طريق ألكسندر بولي السريع، سيارة تحمل 11 مهاجر غير شرعي تمت مطاردتها من قبل وحدات الشرطة، حيث زادت من سرعتها بشكل كبير واصطدمت بحاجز الطريق عدة مرات، وتوقفت السيارة وتم القبض على المهاجرين مع المهرب دون وقوع أي إصابات. يذكر أن السيارة مسروقة بتاريخ 27/5/2024. هاي بالنسبة لأخبار اليونان. في كم خبر عن تركيا نحكيهم حتى تعرفوا شو عم بيصير. رح تشوفوا هلا صورة أمامكم، القبض على 5 مهاجرين غير شرعيين في قرية أويوكلو تاتار في أدرنا. كمان في خبر
كمان راح تشوفوا صورة أمامكم القبض على مجموعتين من المهاجرين على أطراف نهر إيفروس في قرية أوزون كوبرو. الأولى 19 مهاجر، مجموعتين هن الأولى 19 والمجموعة الثانية 17 مهاجر. وآخر خبر راح نحكيه بيان للشرطة أو للدرك التركي بمنطقة أدرنا، بيان لعدد اعتقالات المهاجرين على طريق أدرنا خلال شهر واحد، خلال الشهر الخامس بالكامل. شو صار اعتقالات؟ حيث تم القبض على 870 مهاجر خلال الشهر كله الخامس، وبالإضافة إلى 16 مهرب مهاجرين، ومصادرة 16 سيارة للمهربين. هاي كانت الأخبار اليوم، ديروا بالكم لحالكم والسلام عليكم.